يتفنن عم إبراهيم داخل ورشته المتواضعة هذه بمدينة غليزان على خياطة المقلمة الجلدية، وهذا لتوفيرها في السوق المحلية تحسبا للدخول المدرسي. المقلمات هادو قليلة عندنا هنا في الولاية، قلنا ندخلوا في الميدان تاع المقلمة، كانوا النهار الأول يجيبوها لنا بالاستيراد، وبالاستيراد ولات خطأ تلحق هنايا ويديروا يعني النوعية شوية ضعيفة ولا تجي رخيصة. احنا عندنا الشعب والمواطن يحوس على حاجة رخيصة لولدو باش للدخول المدرسي ما تسقاملوش يعني على الطاقة تاعو الشرائية، ولينا نخدموا لهم ولو يدوها، وحتى التجار اللي يدوا علينا ويعاودوا البيع يدوها كيما بالأسعار اللي قل بالك من تاع الصين. القائمون على هذه الورشة يعملون على تكوين عاملين في تفصيل وخياطة هذا النوع من الأدوات المدرسية، وهذا ضمان لتوفرها في الأسواق وبأسعار تنافسية. ماما الخياطة برا قرينا عادي، ومن بعد جينا الغرفة تاع الصناعة التقليدية، تعرفنا مع السي الميلود وهو عرفنا بعمي إبراهيم وعطانا الحرفة هذو تاع المقلمات. مع الدخول المدرسي لقينا تفاعل كبير، أنا نفصل بالباترون ونأمباليها وبعد هما يديروا التسويق تاعها. كيف الجل عندنا شوية مغبوني شوية في الجد، عندنا هنا سيرتو غليزان ما كاش، لازم ديباسي بها تروح لوهران ولا الجزائر باه تجيب سلعة وتجي. احنا هذه المشكل تاعنا احنا، وحنا قادرين هنا نخدموا ب 20 خدام نخدموا به ونخدموا على اسم الوطن ونسربوها كاع ونديروا لها اسمه كاع. مادام احنا مورا هذا التروس هذه عندنا خدمه، نخدموا لي ساك، نخدموا كابا، نخدموا صوالح هذه كاع نخدموها. هي مقلمات جلديه محليه الصنع تنافس نظيرتها المستورده في الجوده والسعر. يراهن اصحاب هذه الورشه على توسيع نشاطهم لتوفيرها في السوق الوطني.